جئنا لنقول لكم أن العراق وحسب إحصائية أخيرة يعتبر ثاني أسوأ مكان للعيش للمرأة في العالم العربي، بعدما ازدادت حالات العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، النهوة العشائرية، الطلاق، الأرامل والكثير والكثير من القضايا الأخرى. لكن قبل أن ندخل بكل هذه التفاصيل وهذه التغطية عن مناسبة مهمة لنا كنساء، دعونا نتعرف عن اليوم العالمي للمرأة.